بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. بإذن الله نتكلم النهاردة عن مشكلة يعني بيعاني منها كثير من الناس، اللي هي مشكلة الأرق. كثير من الناس يعاني بالأرق، ويبقى بالليل يعني مش قادر ينام وكده. ففي روشتتين الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيم للأرق وتذكر، وفي برضو حاجة طبية اكتشفت يعني، فبإذن الله نتكلم عنها. أول شيء اللي هو عن بريدة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله يعني أرقت ولا أستطيع أن أنام. فالحديث ده رواه الإمام الترمذي رحمه الله. قالوا له: قل رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أظلن، كل جار من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم، أو أن يبغي علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أو الثاني عن بريدة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه يعاني من الأرق، فقال له: قل رب السماوات السبع وما أظلل، رب الأراضين وما أقلل، رب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم، أو أن يبغي علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ألف ذهب عن الأرق. ماذا دعاء الأرق؟ الإنسان ممكن يقوله لما الإنسان يصاب بحالة حالة من الأرق وعدم القدرة على النوم. حديث آخر في البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعار بالليل وسهر وتمطى، تعار بالليل يعني صحى بالليل وكان حالة تقلب مش عارف يقول، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، ثم دعا استجيب له. فالراوي الحديث ده اللي هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت فبيقول بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني قال رسول الله: والأرق يعني الإنسان لو قالوا هذا الحديث، قالوا هذا الدعاء، ثم دعا الله أن يذهب عنه الأرق، فذهب عنه الأرق. مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن توضأ فصلى قبلت صلاته. قلت: من أصيب بالأرق؟ قال: هذا الدعاء. احنا عندنا دعائين عظيمين، عندنا دعاء يعني عندنا دعاء دعاءان عظيمان. هقول تاني: من تعار بالليل وسهر وتمطى، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، وسبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفين دول هم الباقيات الصالحات، يعني تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، ثم قل: اللهم اغفر لي، ثم تدعو الله بما شئت، يستجاب لك الدعاء بإذن الله. لو قدرت تدعو باسم الله الأعظم يكون أفضل وأحسن. إحنا قلناها في دعاء بكده، تقول: اللهم إني أسألك بأنك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان ويا منان ويا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. هذا باب أي حاجة، أن تشفيني من الأرق، أي شيء أنت عايزه يستجيب لك، لأن أنت تعرض بالليل، قلت هذه الأذكار بعد الأذكار العظيمة، وبعدين دعيت الله سبحانه وتعالى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وفي ساعة من الليل فبإذن الله يستجاب لك، ويذهب عنك الأرق. فدي أدعية علاج للأرق، وبإذن الله اللي هيعمل هذا بصدق بإذن الله هيفهم الأرق. في برضه مسألة طبية تانية اكتشفوها العلماء، إن الإنسان إذا وضع فصين توم او ثلاث فصوص توم او راس توم مثلا تحت الوسادة وهو نايم، ده بيساعد كثير جدا في النوم، يعني بيخرج منه زي
زيوت او حاجات مهدئات قويه بتتصل الى الدماغ او المخ فتساعد على النوم. وحتى قالوا ان الانسان في ربما يومين في يومين ثلاثه الاولين تبقى ريحه قويه شويه، لكن بعد كده هيتعود ويبقى شيء عادي. ف برضه دي معلومه طبيه يمكن كثير من الناس يعلمها. ف اللي ما حقش يكتب معايا الكلام دوت ممكن يبحث في جوجل، اقول دعاء تاني: اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، ورب الاراضين السبع وما اقلل، ورب الشياطين وما اضلل، كل جار من شر خلقك كلهم جميعا، ان يبغي علي احد، اي ان يفرط علي احد او يبغي علي احد، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيره. والثاني: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، لا اله الا الله، والله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. ثم قل: اللهم اغفر لي. ثم ادعو الله سبحانه وتعالى بما شئت يستجاب لك باذن الله. وتدعو اذا دعوت الله سبحانه وتعالى للارق تشفى من الارق، هذا حديث صحيح في البخاري. وزي ما قلنا اسم الله الاعظم، لو الانسان اذا دعي به خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: كفى قد سال الله باسمه الاعظم الذي دعي به استجاب، واذا سئل به اعطى. فلو ادمجنا وانت بتدعو بقى الله سبحانه وتعالى حطيت اسم، اذا حطيت بسم الله الاعظم باسم الله استجاب لك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.